صباح الخير الناس كلها، الناس بمحر جديد قناة سلامي خانتي. اليوم ان شاء الله باش نحكيو على نوع تاع فيزا جديدة. فيزا هذه موجودة عند تركيا 3-4 سنين، موجودة في المارشال. الفيزا هذه تسمح لحامليها انهم ياخذوا الإقامة في اسبانيا. اسبانيا بريسك تركيا هي التندونس الكبيرة، لانها قوانينها تجاه المهاجرين وتجاه الهجرة اون جينيرال يعتبر لينة برشا مقارنة بدول الجوار. دول الجوار نحكي سورتو على فرنسا ولا البرتغال. مقارنة بفرنسا اسبانيا اسهل برشا في العملية هذه. الفيزا اليوم باش نحكيو عليها هي اسمها فيزا، هي فيزا للإقامة غير الربحية. الإقامة غير الربحية معناها ان فيزا ما تسمح لكش انك تخدم في اسبانيا، لكن تسمح لك انك تسكن في اسبانيا مدة طويلة وغادي كي لغاية انك تحصل على الجنسية متاعها. باش نشوف شنية شروطها، كيفاش تنظم تقدم فيها، وشكون ينجم يقدم في على الفيزا هذه. تابع معنا الفيديو هذا. هلو، كما قلنا هي فيزا غير ربحية، معناها فيزا ابيت نون لوكراتيف اون اسبانيا. كما اسمها يدل عليها ما عندكش الحق باش تخدم بها، ما عندكش الحق باش تخدم. غادي كي الجملة تاخذ جيت الفيزا دي باش تسكن غادي كي تسكن تعمل توريزم، تمشي لاوروب وانت تحب انت، حريه التنقل، تمشي وترجع لبلادك كما تحب. تنجم تمشي غادي كي تعمل ادريس وتروح تسكن في تونس على روحك عادي، تمشي وتجي، عندك حريه التنقل كل شيء، اما ما عندكش الحق انك تخدم في اسبانيا. هذا هو الشرط الاساسي كما يدل على اسمها فيزا ابيت نون لوكراتيف، ما عندكش الحق انك تخدم بها. الفيزا هذه غير ربحيه كما قلنا، لا تسمح لصاحبها بالعمل في 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 في, في اسبانيا، لكن تعطيه حق الحصول على الجنسيه الاسبانيه. تنجم تاخذ ناسيوناليتي اسبانيول ديريكتومون بعد مده من السكن باسبانيا عن طريق الفيزا هذه. باش نشوف شنو هي متطلباتها وكيفاش تنجم تحصل عليها. الشرط الاول باش تنجم تحصل على الفيزا هذه انك انت لازم تكون مواطن، ما تكونش مواطن في الاتحاد الاوروبي في الزون اوروبيا يعني. معناها لازم تكون مواطن خارج الاتحاد الاوروبي باش تنجم تتحصل عليه. الشرط الثاني ما لازمش تكون متواجد في اسبانيا بطريقه غير قانونيه، ماكش جاي ليغال لاسبانيا وتطلب الفيزا هذه. لازمك الفيزا هذه يا اما تطلبها وانت في بلادك ديريكتومون وتاخذها وتاخذ فيزا وتطلع على روحك، ولا وانت موجود في اسبانيا ريالمون غادي كاين مثل جاي داخل اسبانيا بطريقه قانونيه، كو سوا فيزا ولا ايتود ولا كو سوا مانيير ليغال دخل بالبلاد، وانت على عين المكان تعمل محامي وتقدم الفيزا هذه اللي تنجم تتحصل عليها. والسبب الثالث او العنصر الثالث طالبينه كذلك ان تكون السوابق نتاعك بيتروا، معناها تكون نظيفه، ما عندكش سوابق عدليه، ما عندكش مشاكل، كو سوا ما عندكش مشاكل في بلادك ولا ما عندكش مشاكل كذلك برا من بلادك. هذا كذلك شرط اساسي. يلزم كذلك ما تكونش انت ممنوع من دخول الاتحاد الاوروبي، معناها ما حاولتش حرقت قد كي وتالي اسمك موجود في الليست نوار وممنوع باش تدخل الاتحاد الاوروبي. هذا زاد شرط من شروط اللي هما مطلوبه باش تاخذ الفيزا هذه. ونجو لاهم شرط اللي هو الشرط الموارد الماليه. لازم يكون عندك موارد ماليه اللي هو اهم شرط في الفيزا هذه، لان الفيزا هذه باش نجيكم صراحه نقول لكم فيزا هذه خاصه بالعباد اللي عندها موارد ماليه كبيره، اللي عندها فلوس. الفيزا هذه تهمهم هما بالشكل اول اكثر من الناس الاخرين، لانها تعتمد اولا واساسا على الموارد الماليه. باش نفسر لكم هنا علاش بالضبط تعتمد على الموارد الماليه. الفيزا هذه كما قلنا لازم تكون عندك موارد ماليه لازمه باش تنجم تقدم عليها. الموارد الماليه اللي طالبينها اللي هي 400% من الاي بي ار ام الموجود في اسبانيا، معناها مؤشر الدخل العام في اسبانيا لازم انت يكون عندك اربع مرات اكثر منه. اذا نقولوا بار اكزومبل مؤشر الدخل العام في اسبانيا 550 يورو 600 يورو ماكسيموم، انت يلزم يكون عندك اربع مرات مش خمسه، اربعه اكثر من الاي بي ام الاي بي ار ام الموجود في اسبانيا باش تنجم تتحصل عليها، اللي هي بحسبه صغيره تطلع لازم يكون عندك شهريا 2151.36 يورو. لازم يكون عندك في الكونت بتاعك شهريا 2151.36 يورو شهريا.
الشخص الواحد باش نجم تقدم على الفيزا دي. اذا انتم اكثر من شخص المبلغ هذا يضيف له 537.84 يورو، معناها انت وحدك يزمك يكون عندك 2151.36 يورو في الكونت نتاعك. اذا ماشي انت وشخص اخر، انت وزوجتك، انت ولدك، انت بنتك، انت صاحبك، صاحبتك اللي هو، يلزم الشخص هذايا تزيد له ابار ل 2151.36 تزيد له 537.84 سنتيم. هذا ما هو المبلغ المالي الشهري المطلوب باش تنجم تقدم على الفيزا هذه. أبار الشرط المالي لازم يكون عندك تأمين صحي عام. تأمين صحي يستحسن في الطريقة هذه في الحالة هذه أن يكون تأمين صحي خاص ريبادو، فهمني علاش؟ لأنك أنت ماشي وإذا قدمت الفيزا هذه معناها أنت عندك الفلوس، ماكش باش تحتاج التأمين الصحي العام الموجود هذاك غدك في إسبانيا بوبليكو، لكن أنت باش تحتاج تأمين، باش تعمل تأمين صحي شامل بريفادو، هيك يكون مقنع اكثر في وقت تقديم الدوموند نتاعك. بيان سور لازمك تجيب شهاده طبيه ما عندكش امراض وتقدم الدوموند نتاعك. بالنسبه ضمن الشروط، بالنسبه للوثائق المطلوبه باش تنجم تتحصل على الفيزا هذه، اول شيء كما قلنا تعمر الفورميلاغ اهم حاجه. ثاني حاجه يكون جواز السفر نتاعك في مده صلاحيه اكثر من عام، في ورق بيضا كيف كيما هوش مختومين بتروى اللي هي شهادة متاع السواق العدلية، وثائق تثبت الموارد المالية متاعك اللي تغطي الفترة المطلوبة الكلية اللي انت باش تقدمها، يزمك عام تقدم فيها، معناه المبلغ ذاك اللي كنا نحكو فيه يزمك تضربه في وادوز باش نجم تقدم عليه، وإلا الفيزا دي تعتبر مرفوض. يزم تثبت الموارد المالية اللي تبين اللي انت كل شهر ينجم يكون عندك المبلغ ذاك بالضبط، فهمني؟ شهادة طبية وإذا الشهادة متاعينك ضمن الوثائق اللي عندك ما همش باللغة الإسبانية، يزمك ترجمهم، يزمك يكونوا مترجمين باللغة الإسبانية باش نجم تقدم عليها، سواء أنت كنت برا من إسبانيا أو أنت في إسبانيا وهز معك دي دوكيمون ضمه، يزمك يكونوا مترجمين باش نجم تقدم على الفيزا على الفيزا هذه. الفيزا هذه كما قلنا هي فيزا نون لوكراتيف، غير ربحية، راهي ما تسمح لكش انك تخدم، تسمح لك ان بعد مدة تتحصل على الجنسية الإسبانية، تسمح لك انك تقيم في إسبانيا، لازم تعمل بيزنس في إسبانيا لكن بطريقة غير مباشرة، يكون تكون ذكي شوية بأن هم ما يسمحوا لكش انك تخدم، لكن بطريقة أو أخرى تنجم تعمل بيزنس ويعاون برشا عباد اللي عندهم برشا فلوس ونجموا يستثمروهم غادي كي في البلاد هذه. هذايا بون، هكا نجو لنهاية الفيديو متاعنا، إن شاء الله الإفادة كانت موجودة، وإذا فما أي استفسار على الحكاية هذه تنجم تصلوا بيها كسوا على انستغرام أو إنكم تخلوا لي كومنتير رابط في الفيديو في صندوق الوصف، وإن شاء الله باش نتصل بكم في نجاوبكم في أقرب وقت إن شاء الله. إن شاء الله أحب أوفق نسكو الكية، والسلام عليكم، باي باي.